السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحد أفراد تجزئة مولاي علي الشريف. أنا دابا هاد المشاكل كنعانيو منها هادي منذ ما فات 20 سنة ولا 25 سنة من اللي سكننا في هاد مولاي علي الشريف، وحنا كنعانيو من هاد المشاكل، من تشوير الطرق كما قالوا الإخوان من قبل، يعني الطريق من مسجد الخلفاء حتى القيصرية ما دايرينش فيها ممراجين ولو واحد، كي الاطفال ديما كيوقعوا اكسيدو، وما دام يعني الشارع فيه مركبات وفيه قيصريات وفيه بزاف ديال يعني السيركيلاسيون موجود، الطوموبيلات طالعين هاودين وتشوير الطرق ما كانش. وبالنسبه للحي ديالنا كسكينه كاينين بقع ارضيه اللي ملي كنعقلوا عليها وهي هكاكي عامره بالوساخ بالنباتات، ما فيهاش التفاته ولو من المجلس البلدي ولو لشي حاجه اللي كيلتفتوا لهاد البقع باش ينقيوها. كيكونوا تما حشرات، كيكونوا الناس كتدخل عليه حشره للدار، شحال من واحد دخلت عليه، عقرب دخل عليه، حناش كذا، ما كانش قال التفاته من عند هاد الناس. ما عرفتش انا المسؤولين فين كاينين، ما عرفتش انا المسؤولين واش عارفين بان التجزئه راه كاينه ولا ما كايناش كاع. وتحيه لكم والسلام على اشرف المرسلين. كاحد ابناء تجزئه مولاي علي الشريف كنبغي نوجه النداء ديالي للجهات الوصيه، لانه كان عليهم مجموعه ديال المشاكل، ومن ابرز هذه المشاكل عندنا مشكل ديال ضعف الاناره، اللي واخا التجزئه تخلقت يعني في سنوات اللي دازت، ولكن للاسف لحد الان كان عندنا كنعاني من مشكل ديال الاناره اللي ضعيفه، وكذلك عندنا مشكل ديال عدم تعبئه ديال بعض الازقه ديال مولاي علي الشريف، والى جانب انهم كتكون تساقطات ديال الامطار كنعانيو ديك التربه كتنجرف من الازقه للطريق، وهذا ما كيخلي هذا الشيء اللي كيسبب حوادث السير. الى جانب البلوعات، عندنا مشكل ديال البلوعات، هذا مشكل عويص اللي كتعاني منه تجزئه مولاي علي الشريف. كنتمنى من المسؤولين انهم يشوفوا هذه التجزئه ويشوفوا المشاكل اللي كتعاني منها ويصلحوها، لانه هذا مشكل كبير غادي كيهدد سلامه الساكنه وسلامه المواطنين. الى جانب مشكل اخر اللي هو انتشار ديال الكلاب الضاله، يعني كناجد المسؤولين من هذا المنبر ديال صوت العداله على انهم يلقاو لنا حل عاجل المشكل تاع انتشار ديال الكلاب الضاله. انا في الاشهر الماضيه تعرضت للاعتداء من احد ديال الكلاب الضاله لتحت مجد القيصريه. كنتمنى من المسؤولين انهم يراعيوا لهذه المشاكل اللي كتعاني من الناس الساكنه ويصلحوا هذه المشاكل اللي كاينه، خصوصا مولاي علي الشريف. وتحياتي وشكرا. لاباس عليكم، مزيانين مخيرين. حنا الساكنه ديال التوريت بالضبط في حي مولاي علي الشريف، حنا جينا في هذا الطريق ما فيها لا ممر راجلين لا بزاف الحوايج، خاصنا بزاف الحوايج في هذه الجهه. حنا الناس ديالها كيتعرضوا لبزاف ديال الحوايج، البز ديالها كيتعرض للكسايد. علاش هاد المسؤولين علاش مضيعيننا؟ علاش حنا ولاد التوريت مضيعيننا وبالضبط فهاد مولاي علي الشريف؟ علاش دايرين هكا؟ كتمشي للناسيم كتلقى الطريق كيداير تشعل، كتمشي لاي بلاصه كتلقى الطريق تشعل. هنايا في مولاي علي الشريف مضيعين، هاهي غير بنت واحد السيد، والبارح راه ضربتها كسيده. فين راه هاد ممر راجلين؟ فين راه اخوتي؟ فين راه؟ المهم انا بهذا الفيديو وها هو وجهي، ها شتو المسؤولين، راني ما نسمح لكمش. الله يجعل ربي يهزكم من هاد التوري ويحطكم في هاد القبر ديال مولاي علي الشريف. الله ياخذ فيكم الحق. السلام عليكم، بغيت نوجه واحد النداء للمسؤولين ديال التوريت باش يقادوا شويه الاوضاع ديال الساكنه ديال مدينه التوريت. الطريقان هنا الطريقان كيفوتوا منا الحديد بزاف، هكا غير دوي صغير يكون فايت ولا تكون فايت شي لوطو تقدر تقيسو ولا. المهم راك عارف الناس كتعرض للسرقه، الناس كتعرض للكريساج، ما كاين لا مخزن لا والو. المهم بغيت نوجه لكم واحد النداء، هاد المسؤولين بغيتكم تقادوا الحوايج عند الناس ديال التوريت. راحنا غضبانين بزاف عليكم، وحنا ما كنتيقوا حتى في شي مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية احيي هذا المنبر الاخباري صوت العدالة الذي يسهر دائما على ايصال معاناة الساكنة داخل مدينة التوريت، وايضا احيي كل المواطنين والمواطنات داخل هذه المدينة. احنا الان هنايا كنحاولوا اننا
ندرسوا واحد المشكله اللي كتعاني منها هاد او بالاحرى كيعاني منها شارع مولاي علي الشريف اللي كيفوق الطول ديالو كيلومتر ونص او ما يفوق. هاد الشارع اللي ما فيش تشوير طرقي وما فيش ممرات للراجلين، الشيء اللي كيؤدي دائما لمجموعه من الحوادث السير، كيكون الضحايا ديالها غالبا اطفال صغار دون سن 5 سنوات. اطفال صغار لا ذنب لهم، هو انهم كينوضوا في الصباح يبغيو يمشيو يقراو، يبغيو يمشيو يرتادوا المدارس ديالهم، ربما يبغيو يرتادوا الدكاكين ديال بيع المواد الغذائيه. كنتفاجئوا بان كل مره كتجي شي طوموبيله كتضرب شي بنيه صغيره ولا شي دري صغير. يعني لا يعقل ان شارع بهذا الطول هذا ما فيش ممرات راجل للراجلين، ما فيش تشوير طرقي. بالنسبه للبلوعات ديال الماء، يعني كما حاليا كنشوفوا في هذه الظرفيه كتسقط بعض القطرات ديال المطر، كتسقط بعض القطرات ديال المطر، كنشوفوا الماء بانه كيجي من راس ديال الزنقه الفوق بمقربه من مسجد الخلفاء الى غايه القيصريه رقم واحد، القيصريه الاولى او القيصريه القديمه كما يسميها يعني سكان مدينه التوريت. يعني ما كاين حتى شي بلوعه ولا شي روغار انه يدخل الماء، نبقاو حنايا نكزوا الماء هنايا داخل مولاي علي الشريف. وهاد الجزيئه هذه اللي كتعرف مشاكل عديده، يعني منذ القدم كتلقى هنايا انسان خسر على دارو هنايا 70 مليون 60 مليون، وفي التالي ما كاينش حتى روغار اللي يجبد الماء، ما كاين مشاكل ديال الواد الحار، مشاكل ديال الطرقات يعني اللي كتهيكل هاد الاحياء. ربما هاد الشيء هذا كيحيل على ضعف سياسه تدبير المدينه، هاد الضعف هذا اللي كنتسائلوا يعني الى متى غادي يبقى، واش هاد الناس هاد المسؤولين واش ما كيتمشاوش معنا في هاد الازقه، واش ما حتى هما ما كيرتادوش هاد الطرقات، واش ما عندهمش طوموبيلات، واش كيتمشاوش على رجليهم يعني في هاد الاتجاه ديال مولاي علي الشريف. يعني مجموعه ديال التساؤلات كنحاولوا اننا يعني نديروا هاد في هاد المناسبه، ونتخذوا هاد المنبر من اجل ايجاد اجوبه لعلها تشفي غالي للساكنه. وتحيه نضاليه لكل ساكنه مدينه التوريت. عضو الشبابيه الاستقلاليه، كما قالوا الشباب راهم كلشي وجهوا النداء ديالهم، الساكنه ديال حي بالضبط ديال مولاي علي الشريف، المشكل اللي كتعاني منه الحي ديال مولاي علي الشريف، اولا الاناره ما كايناش، ثانيا كما كتشوفوا الشارع ديال مولاي علي الشريف كيعرف واحد الهرج بزاف ديال السوق ديال المساجد، كيطلعوا هنا بزاف الناس، والقضيه كتكون واحد السيركيلاسيو عامره. بالنسبه للشارع اول حاجه خصو التوسيع، بالنسبه ضيق بزاف، فيه 3 متر وكما كتشوفوا في الفيديو راه ضيق بزاف. ثانيا كنطالبوا بالمسؤولين، انا ما كنوجه ثاني هذا الشيء مسؤول واحد، نقصد حتى مسؤول، انا كنقصد المسؤولين ديال الاقليم ديال التوريت من البلديه وطلع، باش يشوفوا من حال هذا الشارع اول حاجه ومن الساكنه. ثالثا كنوجه واحد الرساله بالكسميتو الحاويات ديال الازبال، كتكون واحد التكرفيس مهم، معليش نعاود راهم كلشي غادي تشوفوا في الفيديو. بغينا نوجه هذه الرساله كما وجهوا الشباب ديالنا باش تشوفوا من حالات الساكنه، ماشي تكون غير الوعود الوعود، ماشي دابا متقرب الانتخابات نشوفوا وعود، ولكن كيتفوت هذه الانتخابات ما كنشوفوا حتى شي حاجه. حنا هذا العام بالنسبه للشباب ديال الاقليم التوريت غادي نكونوا متحمسين باش غادي نشوفوا اللي غادي يخدم الاقليم، ولا غادي يخدم الحي، ولا غادي يخدم الشباب. كنركز على الشباب هذا العام، راه غادي يكون عند الحماس كبير. والسلام عليكم وشكرا.